سيادنا، السلام عليكم أصدقائي متابعي قناة الفساد. أهلا وسهلا بكم في شرح جديد ومفيد كالعادة إن شاء الله. إذا كنت من الزوار الجدد للقناة لا تبخلنا بالاشتراك والضغط على الجرس ليصلك الجديد من الفيديوهات المميزة إن شاء الله، وانضم إلى أسرة التيك فساد كما العادة. فيديو يعني قصير لفيد الخاص بمباراة لازيو وكذلك بايرن ميونخ على أوتيلسات 3، سنريكم تردد الفيد وكذلك الشفرة الخاصة بهذا الفيل لمتابعة المباراة مجانا على قمر أوتيلسات 3. إذا لم تكن قد استقبلت قمر أوتيلسات 3 ففي قناتي شرحين لكيفية استقبال أوتيلسات 3 بكل سهولة أصدقائي، كي لا أطيل عليكم سوف نريكم التردد وكذلك شفرة الفيل، فرجة ممتعة فابقوا معنا. إذا أصدقائي هذا هو التردد الخاص بمباراة لازيو وكذلك بايرن ميونخ. الإشارة جيدة، 7.8/39. نحن نتواجد بوسط المغرب. التردد كما تلاحظون في الصورة 10977 هوريزونتال، 7500 قناة مشفرة بالفيس يعني شفرة الفيس. أصدقائي سوف نريكم شفرة البيس لمتابعة هذه المباراة مجانا. هناك تعليقين، سيكون هناك تعليق انجليزي وكذلك التعليق العربي، سيكون التعليق العربي على هذا التردد اصدقائي بنفس الشفرة 10970، او عفوا هذا التردد 10988 هوريزونتال و 7500 سيكون تعليق عربي، أما هذا الفيد فهو لتعليق إنجليزي أصدقائي. هذه هي شفرة البيس، هذه شفرة البيس لبيان سبور لمباراة لازيو وكذلك باير ميونخ أصدقائي. إذن أصدقائي متابعي قناة فونسات، كل هذا ما لدي في هذا الشرح، أتمنى أن أفيدكم في الشرح اليوم. لا تنسوا المشاركة للفيديو مع أصدقائكم ليستفيد الجميع. شكرا لكم على المتابعة، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.